جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن مما يحدث أيضا في المآتم تعذيب محاسن الميت والتسخط أيضا من قضاء الله وقدره، فهذه الأمور أصبحت منتشرة في كثير من بلاد المسلمين، فما هو توجيه فضيلة الشيخ؟ هذا داخل فيما سبق من منكرات المآتم، لأن تعداد محاسن الميت هذا من النياحة، تعداد محاسن الميت هذا من النياحة، لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون وعبداه وناصراه وكذا وكذا ويعددون محاسن الميت، وجاء في الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه، يعذب في قبره بما نيح عليه، فهذه أيضا إساءة إلى الميت في قبره، تعداد محاسنه والنياحة عليه.